طريقتي في تبييض الأسنان خلال أسبوع. ما عليكم من الكبكبة اللي صارت، عليكم من الطريقة. تعالوا نشوف إيش المكونات. نجيب فرشة الأسنان، نحط فيها العسل، وبعد كذا نغمسها بكركم ونفرش فيها الأسنان، ويترك على الأسنان لمدة 3 أو 4 دقائق. يستخدم يوميا لحد ما نوصل للنتيجة اللي نبغاها. بعد كذا يستخدم مرتين في الأسبوع. اذكروا الله في التعليقات، وصلوا على رسول الله.